شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول العلاقات العائلية، إحدى القضايا المهمة جداً في حياة كل واحد منا، هي قضية العلاقات العائلية. علاقات تشغل مساحة كبيرة من حياة الإنسان، وتؤثر على بدنه وروحه ونفسه وكفاءاته العلمية وكفاءاته العملية، وتؤثر أيضاً على الأجيال القادمة. هذا التأثير ربما يستمر إلى ألوف الأعوام، بشكل عام الظاهرة الواحدة التي نشاهدها إذا بحثنا بحثاً علمياً حول جذور هذه الظاهرة، فربما ننتهي أن جذور هذه الظاهرة تمتد إلى ألوف الأعوام، وربما إلى مئات الألوف من الأعوام. الحوادث تعاقبت
في شكل غريب وترتبت على مدى هذه الأعوام الطويلة حتى أنتجت هذه الظاهرة. فمن الممكن أن النوعية هذه العلاقات بين الرجل والمرأة لا تؤثر على المدى القريب فقط، وإنما تؤثر إلى ما بعد ألوف الأعوام. هذا مطلب علمي يجب أن يبحث في محله. على كل حال، هذه القضية قضية مهمة جدا، والنجاح في العلاقات العائلية أمر مهم. الفشل في العلاقات العائلية أمر خطير. والشيء الذي يبدو أن أغلب الأفراد يعانون من نحو من أنحاء الفشل في علاقاتهم العائلية. العلاقات العائلية ليست علاقات ناجحة عند الأغلبية، هكذا يبدو. نحن نحاول بإذن الله تعالى في هذا الحديث أن نبحث عن القواعد التي يبتني عليها النجاح في العلاقات العائلية. يبدو أن النجاح في هذه العلاقات يبتني على قواعد أربع. القاعدة الأولى القاعدة العلمية. القاعدة الثانية القاعدة الأخلاقية. القاعدة الثالثة القاعدة النفسية. القاعدة الرابعة القاعدة الدينية. نبحث هذه القواعد الأربع بإذن الله تعالى على نحو الاختصار. القاعدة الأولى هي القاعدة العلمية. نقدم مقدمة صغيرة. التعامل مع الأشياء، التعامل مع الحياة، تارة يكون تعاملاً عفوياً ارتجالياً، وتارة يكون تعاملاً علمياً مخططاً. تريد أن تحارب عدواً،
مرة تعال على القول المعروف، هالميدان يا حميدان، ادخل الميدان واهجم. هذا التعامل عفوي، هاجمك واحد هاجم. هل يمكن أن تدار الحرب بهذه الطريقة؟ الآن الحروب الفعلية ربما يخطط لها 20 عام. 20 عام العلماء المفكرين المخططين يقعدون يخططون لهذه الحرب. الحرب الناجحة هي الحرب التي تبتني على تعامل علمي مخطط، أما التعامل العفوي الارتجالي هذا لا يمكن عادة أن يؤدي إلى النجاح. أنتوا إذا تشترون جهاز مسجل، يجب أن تبحثوا كيف تتعاملوا مع هذه المسجل، مع أنه جماد، روح ما إله، إرادة ما إله، مجرد جماد. أكو هنالك قواعد علمية للتعامل مع هذه الآلة. أنتوا تريدون أن تنشئوا حياة عائلية وتنجحوا في التعامل مع المرأة، هل يمكن أن يتم النجاح إذا لم تبتني هذه العلاقات على قاعدة علمية مخططة؟ الآن كما نقل لي في المنطقة الشرقية هنالك ظاهرة جديرة بالاحتذاء، يقولون أن الشباب الذين يريدون أن يتزوجوا يجعلون لهم دورات تأهيلية. هذا الشاب اللي ما إله خبرة أو هذه الشابة اللي ما إلها خبرة، هذه لا أهلية لها لإدارة الحياة الزوجية، ما إلها أهلية. مثل واحد تطول سيارة بدون دورة تدريبية، يتمكن يقود هذه السيارة؟ ما يتمكن. الشباب الذين يريدون أن يقدموا على الزواج أو الذين في مقتبل حياتهم الزوجية دورة تأهيلية، كيف تتعامل مع الآخر وكيف تقرأ الآخر وكيف تفهم الآخر وكيف يفكر الآخر؟ المرأة شلون تفكر؟ الرجل لا يعرف. الرجل كيف يفكر؟ المرأة لا تعرف. انتوا اذا لم تعرفوا ان الطرف كيف يفكر، هل يمكن ان تنجحوا في العلاقات معه؟ ممكن هذا؟ مو ممكن عادة. ولذلك تجدون أن الأغلبية كما يبدو يفشلون في إدارة الحياة العائلية، ما يتمكن. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرواية المعروفة يقول: يا كميل، كما يروى عنه: ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. فإذا واحد ما عنده معرفة لا يتمكن أن يدير،
ولا يتمكن أن ينجح. لذلك في الواقع تأمين هذه القاعدة العلمية لكل واحد منا، نبذل وقت كما نبذل وقت على بقية الأشياء في حياتنا، نبذل وقت على هذه القضية، هنا يأتي سؤال، وهو أنه ما هي مصادر المعرفة؟ إحنا الآن قررنا أن نقيم العلاقات العائلية على قواعد علمية، ما هي مصادر هذه المعرفة؟ الجواب على ذلك، هنالك مصادر ثلاثة. المصدر الأول الروايات المروية عن أهل البيت، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذه تمثل مصدراً مهماً من مصادر المعرفة. وتمثل مصدراً مهماً من مصادر النجاة. إحنا لا نفكر أنه هذه الأشياء مجموعة من الآداب والمكروهات والمندوبات والواجبات والمحرمات، أحكام تعبدية وانتهى الآن. هذه في الواقع قواعد علمية، قواعد علمية صيغت في هذا قالب يجب، قالب يحرم، قالب يكره، قاعدة علمية. انتوا لاحظوا كتاب النكاح منذ البداية من مرحلة الاختيار وما بعد الاختيار، لاحظوا هذه قواعد. مثلا في الاختيار، أنت عندما تريد أن تختار امرأة، النجاح يبدأ من هذه اللحظة، من لحظة الاختيار. في الروايات الكريمة، اختاروا المرأة الجميلة، اختاروا المرأة الضحوك. تعلمون هذا شقد مهم في النجاح، المرأة الضحوك. اختاروا المرأة، هذه رواياتها في الوسائل راجعوها، اختاروا المرأة الحسناء الوجه، اختاروا المرأة الطويلة الشعر، شعرها يكون طويل. مو فقط في الروايات أكو الدين، لا، هذه الأشياء موجودة أيضا، هذه أيضا من الدين. هنا واحد يمكن يقول المرأة القبيحة ماذا تفعل؟ الشارع مو أب للمرأة القبيحة كما هو أب للمرأة الجميلة. هذا الوالد رحمه الله في الفقه أجاب على هذا السؤال، راجعوا إذا حبيتوا. هل نزوج الصغار أو لا؟ الروايات تقول لا تزوج الصغار
فإنهم لا يأتلفون. هذه الرواية في الوسائل الموجودة. هذا الصغير مو مال إدارة، هذا مال يروح يلعب بالعقد، هذا ما يتمكن يدير حياة عائلية. لا تزوجوا الصغار. الآن ما هو حد الصغير؟ ذاك بحث آخر. هذه القضايا كلها مطروحة في الروايات. هل تتزوج المرأة العقيم أو لا؟ الجواب لا. هل تنزلون النساء الغرف؟ الروايات تقول لا. ليش؟ له بحث في محله. هذا يؤثر على فشل العلاقات العائلية. هل تركبون النساء السروج؟ الروايات تقول لا. هذا يؤثر على فشل العلاقات العائلية. مجموعة من القواعد العلمية صيغت في صيغة يجب ويحرم ويكره ويستحب. هل تطلعون المرأة على أسراركم؟ سر عندك، تاجر عنده أموال، هل يقول لزوجته كم يملك من المال أو لا يقول ذلك؟ هذه القضايا كلها بصيغة العموم أو بصيغة الخصوص مذكورة في الرواية. إحنا مع الأسف اطلاعنا على الروايات غالباً اطلاع محدود، ولذلك نتورط. النظرة إلى المرأة، المرأة أي نوع من الكائن؟ شنو حقيقة هذا الكائن؟ والرجل أي نوع من الكائن؟ هذا مذكور في الرواية. ولكن إحنا نقول هذه كلها قضايا تعبدية ونمر عليها مرور الكرام أو لا نمر عليها. هذا المصدر الأول من مصادر المعرفة. المصدر الثاني العلوم الميدانية. العلوم الميدانية يعني علم الاجتماع، يعني علم النفس، يعني علم الإدارة. الكتب العلمية المكتوبة في هذا الجانب، هنالك قواعد علمية. هذه القواعد العلمية العقول، عقول العلماء عملت حتى توصلت إليها. هذا يحتاج إلى مطالعة. أحد المؤمنين كان يقول لي أنا علاقاتي مع عائلتي مع زوجته كانت علاقات فيها نوع من الاضطراب، إلى أن قرأت في إحدى الكتب العلمية أن المرأة في أوقات معينة تعاني حالة من الاضطراب النفسي، ومن الخطأ اتخاذ القرارات المهمة في هذه الفترة، فترة طويلة. ما يمكن تبحث وياها في تلك الفترة لأن لا تعيش وضعا طبيعيا. لعله 100 يوم في العام
المرأة تعيش في هذه الحالة أو أكثر أو أقل. وإذا واحد ما يعرف هذا الشيء العلمي الثابت من الناحية العلمية، يأتي في يوم معين ويتحدث مع زوجته في قضية معينة، الزوجة مو في حالة طبيعية، تثور فيثور وتنتهي القضية إلى الخلاف وإلى الطلاق، أو المرأة تقوم وتروح إلى بيت زوجها. إذا واحد متوتر في وقت متوتر ما يمكن تبحث وياه، حتى إذا أراد أن يبحث وياك في هذه الفترة يجب أن تؤجله لوقت آخر. ولعله في القرآن الكريم إشارة إلى هذا المطلب، ما أريد أشير إلى هذا الموضوع، مذكور في الكتب العلمية. المرأة تحتاج إلى الحماية، هذا مكتوب في الكتب العلمية. كيف يؤمن الرجل للمرأة الحماية؟ وكيف تطلب المرأة من الرجل الحماية؟ هنالك صيغ مختلفة، أكو هنالك مداليل مطابقية، أكو هنالك مداليل تضمنية، أكو هنالك مداليل التزامية. كيف تعبر عندما تريد شيئا؟ هذه كلها مبنية على قواعد علمية في العلاقات العائلية. إذن المصدر الأول الروايات المروية، المصدر الثاني العلوم الميدانية، المصدر الثالث تجارب المجربين. هذه ثلاثة مصادر لكي يبني الفرد العلاقات العائلية على القاعدة العلمية. هذه القاعدة الأولى من قواعد النجاح في العلاقات العائلية، القاعدة العلمية. القاعدة الثانية من قواعد النجاح، القاعدة الأخلاقية. هذه القاعدة اللي فيما مضى آباؤنا أجدادنا جداتنا كانوا يبنون حياتهم العائلية على هذه القاعدة. في الرواية الشريفة على ما بنيت أمرك، بناء، كيف تبني أمرك؟ هاي قضية البناء جدا قضية مهمة. البناء كان على قاعدة الأخلاق، مو الأخلاق بمعناه الأخص المتداول عندنا، يعني البشر والطلاق، كل واحد ضحوك بشره في وجهه نقول هذا خلوق، لا، الأخلاق بمعناها الأعام، الأخلاق بمعنى الحلم. مرة واحد يبني حياته على الحلم، هذا النوع من البناء، أنه مهما كان أنا لا أغضب، هذا النوع من البناء. مرة واحد ما عنده هذا البناء الأخلاقي، هواي فرق. أنتوا عندما تردون تدخلون البيت، بالبيت واحد يثار، أطفال بالذات إذا منهك متعب، مضى منه يوم حافل، أمامه يوم حافل، الآن نام، أجوا قوموا من النوم،
مرة واحد يبني على الحلم، هذا النوع من البناء الأخلاقي، البناء على الحلم هذا نوع بناء، البناء على التحمل نوع بناء، البناء على التغافل هذا النوع من البناء الأخلاقي. تغافل أصلاً واحد لا يجيب بوجهه، أي واحد حكي ضدكم اتكلم ضدكم بس مركم أصلاً لا تجيبون بوجهكم كأنه واحد دا يقصد شيء ثاني. البناء على التغابي هذا في الروايات أكو العبارة عبارة حادة، يعني واحد يسوي نفسه ما يفتهم، تغابي. البناء على الشكر، البناء على القناعة، البناء على أن تنظر إلى الآخرين الذين هم دونك في البعد المادي، البناء على عدم التوقع، أن لا تتوقع من أحد شيئا. الوالد رحمه الله في أول كتاب عشت في كربلاء كتيب يقول بنيت أمري على قواعد أربع، إحداها يتوقعون منك كل شيء ولا تتوقع من أحد شيئا. إذا واحد عند هذه الحالة يرتاح، أنا أي توقع ما عندي من زوجتي. حقيقة واحد إذا عند هذه الروحية هو ما يرتاح، بغض النظر عن الآخرة والقرب إلى الله تعالى، هو ما يرتاح في حياته الدنيوية، مو من العاقل هذا. المرأة لا تتوقع من زوجها شيئا، هذا في أحوال الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه قائد ثورة العشرين، مذكور أنه ما كان يكلف أحدا شيئا. هذا بالروايات أكو النبي صلى الله عليه وآله قال لأولئك أو لذلك الرجل إذا أردت أن تكونوا من أهل الجنة لا تكلفوا أحدا شيئا أبدا. يقولون على ما ببالي أنه كان قاعد على المائدة وفرض الملح ذاك الجانب أو الماء ذاك الجانب، هو يقول لابنه أو لزوجته أنه أعطيني هذا الماء، كان يقوم يفتر ويأخذ ذلك الشيء ويعود إلى مكانه. مدة تمرض الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه، ما عرفوا ليش مريض، بعد مدة ما أعلم كيف فهموا أن وضع الغذاء مختل، وهذا يحتاج أفرضه إلى دواء ما يكلف واحد، ما يكلف زوجته بذلك، يحتاج إلى طعام معين، هم يردون يطبخون طعام آخر ما يقول لهم. عندنا في الروايات المنافق يأكل أهله بشهوته والمؤمن يأكل بشهوة أهله. المرأة تقول للرجل اليوم شنو تشتهي، يقول الشيء اللي أنت تشتهي. وين نسافر، المكان الذي أنت تحبين. المرأة أيضا كذلك، بعدين بعد ما افتهموا أن وضع الغذاء غير منظم نظموا وضع الغذاء فعادت إليه حالته الطبيعية. البناء الأخلاقي، القاعدة الأخلاقية، هذا الثاني.
القاعدة الأولى القاعدة العلمية، القاعدة الثانية القاعدة الأخلاقية، القاعدة الثالثة القاعدة النفسية، إحنا نظن أنه حاجات الفرد هي عبارة عن الحاجات المادية. إذا الرجل أمن الحاجات المادية للمرأة، إذا المرأة أمنت الحاجات المادية للرجل، انتهى كل شيء. البشر مو جسد فقط، وإنما هو نفس أيضا. الحاجات النفسية عبارة عن الحاجة إلى المودة، الحاجة إلى المحبة، الحاجة إلى التقدير. تدرون أنا هذا أقوله قاعدة، حتى خادمكم اللي في بيتكم عندما يجيب شاي قدامكم يتوقع منكم شكر، موظف عندكم لقاء هذا العمل دا ياخذ مال، لكن عندما يجيب لكم الشاي تقول له شكرا، أشبعتم حاجته النفسية. وإذا ما درتوا لبال ما اعتنيتوا به يبقى في قلبه هذا الشيء. جميع الأفراد يحتاجون إلى المحبة وإلى المودة وإلى التقدير. إحنا نظن أنه الشيوخ الكبار لا يحتاجون إلى محبة، فالشيخ كبير أكو، أبوكم وأبونا شيخ كبير، الأم عجوز هرم، حتى هاي تحتاج إلى المحبة. يمكن ما تظهر ذلك لأنه تخجل أو لأنه يخجل، لكن يحتاج وتحتاج إلى المحبة، ويحتاج إلى التدليل، ويحتاج إلى التدليع بمنهجه طبعا. الكل يحتاجون إلى ذلك. فإذا واحد يظن أنه وفى الحاجات المادية للبيت انتهى كل شيء، لا ما انتهى، وإنما هنالك حاجة نفسية، الحاجة إلى المودة والمحبة والتقدير وإظهار المحبة، إظهار. حتى أكو في أحاديثنا إذا أحببت أخاك فأظهر حبك له، قل أنا أحبك. الآن مو لازم بالمدلول المطابقي واحد يقول، شوفون واحد بالشارع تأخذوه تقولوا له أنا أحبك، ربما يكون هذا غير طبيعي، بطريقة فهموا أنه أنتوا تحبوا. لاحظوا القواعد العلمية في أحاديثنا. إحدى المستحبات في النكاح اختيار المرأة الولود الودود. قبل ما تقدمون على خطبة امرأة اختاروا امرأة ودود وولود،
ومنين تعرفون أنها ودود؟ الوالد رحمه الله يجيب على ذلك: إما بالمعاشرة معها تعرفون، يعني بالمعايشة معروفة المرأة الفلانة امرأة ودودة، أمكم معاشرة إلها فتقول إنها ودودة، وإما من أقاربها أمها أختها تعرف، لأن الطبائع العائلية عادة متقاربة. إحدى المستحبات حب المرأة. الإمام الصادق صلوات الله عليه كما في هذا الحديث يقول، هذا الحديث في الوسائل موجود في كتاب النكاح: ما أظن رجلا يزداد في الإيمان خيرا إلا ازداد حبا للنساء. حب المرأة. الآن هل المراد المرأة يعني الطبيعي المرأة، أو المراد النساء المحللات بشكل عام، أو المراد حب الزوجة؟ أكو بعض الناس يكرهون المرأة، طبيعي المرأة يحتقرون، أكو هاي حالة الاحتقار في بعض الأفراد وفي بعض الجهات، احتقار المرأة، كراهة المرأة. الآن هل المراد، طبعا مع لحاظ الضوابط الشرعية، المراد حب طبيعي المرأة أو طبيعي المرأة المحللة؟ واحد يحب أمه حب الولد للأم، يحب عمته حب الفرد لعمته، أو المراد حب الزوجة؟ على أي تقدير الزوجة داخلة في هذا الكل؟ عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: من أخلاق الأنبياء حب النساء. الحب قضية باطنية، الروايات تقول أظهر هذا الحب إظهار. النبي صلى الله عليه وآله كما في هذا الحديث يقول: قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. جدا هذا مهم عند المرأة، أن الرجل يحبه. تعلمون إذا حدث هنالك فراغ عاطفي في المرأة، هذه المرأة تكون في محل الخطر. إلا إذا كلش مرأة تكون متدينة، المرأة اللي تعاني من فراغ عاطفي إما تتعقد إذا كانت متدينة، وإما تنحرف والعياذ بالله إذا كانت غير متدينة. فراغ أكو، وإذا بفرد يأتي ويملأ هذا الفراغ العاطفي، هذا يكون طريق إلى انحراف هذه المرأة. في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رضوان الله عليه: باب استحباب حب النساء المحللات وإخبارهن به. الآن قلت قد تعبرون عن ذلك بشكل صريح
وقد تعبرون عن ذلك بشكل غير صريح، ولكن المرأة تفهم، مو فقط المرأة وإنما الكل يحتاجون إلى المحبة. هذه هي القاعدة الثالثة، وهي القاعدة النفسية. القاعدة الرابعة والأخيرة ونختم الكلام بها، القاعدة الدينية. القاعدة العلمية والقاعدة الأخلاقية والقاعدة النفسية والقاعدة الدينية، هذه جدا مهمة. وفي الأحاديث أكو تأكيد حول ذلك من أول الاختيار، الفرد المتدين لا يظلم النملة. فهل يظلم زوجته؟ المرأة المتدينة لا تظلم حيوانا. فكيف بالبشر؟ الدين وعمق الدين، يعني مو ظواهر الدين، عمق الدين، هذا جدا قضية مهمة. يعني واقعا الإيمان في الآية الكريمة قد شغفها حبا، إذا الحب دخل في شغاف القلب، الإيمان دخل في شغاف القلب، هذا عمق الإيمان جدا. لذلك أكو تأكيد الحياة العائلية ابنوها من البداية على ذلك. راجعوا الكتب الفقهية، يقولون عندما تريد أن تتزوج، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، صلي ركعتين قبل أن تعين زوجتك. تريد أن تفكر قبل ذلك، توجه إلى الله، صلي ركعتين ويقول إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء كذا وكذا، وقدر لي ولدا طيبا، إلى آخره، الدعاء مذكور. إذا أراد التزوج، هذا من المستحبات، أن يقول أقررت بالميثاق الذي أخذ الله، جدا مهم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان من البداية. إما تمسك المرأة بالمعروف، هذا واجب، العشرة بالمعروف، أو تسريح بإحسان، يلقن نفسه من البداية أني أبني حياتي على هذه القاعدة الدينية. أكو بعض الأفراد يحدث خلاف ويا زوجته، يقول أنا أخليها في البيت إلى أن شعرها يصير أبيض. هذا ضد هذا، أقررت بالميثاق الذي أخذ الله، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قبل العقد، الظاهر الإمام الباقر صلوات الله عليه، هذا مذكور في الكتب الفقهية، الخطبة قبل العقد فيها وصية بالتقوى، والإمام الباقر صلوات الله عليه ظاهرا عندما كان يريد أن يخطب، يخطب خطبة قبل العقد، يزوج أحدا، كان يوصي بتقوى الله. هذه هي القاعدة الدينية. كان يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. 3 آيات من القرآن كان الإمام صلوات الله عليه يقرأها قبل الخطبة مو الخطبة. بعدين كان يقول إن فلانا قد خطب إليكم مثلا بنته مثلا فزوجوه. عندما يدخل على زوجته يتوضأ ويصلي ركعتين وأكو هنالك دعاء معين مذكور في الكتب الفقهية وكتب الأحاديث. أيقظوا زوجتكم لصلاة الليل، هاي القاعدة الإيمانية. في الرواية على ما ببالي إذا استيقظ الرجل لصلاة الليل وأيقظ زوجته كتب من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. هاي المرأة اللي تصلي صلاة الليل ما تنفع فقط للآخرة، تنفع للدنيا أيضا صلاتها لليل. المرأة المتدينة لا تخون، المرأة المتدينة لا تظلم، المرأة المتدينة لا تضرب أولادها بغير حق. هذا بال تفاسير موجود أنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت إني جنيت جناية عظيمة فماذا أفعل؟ قالت مع أن هذه المرأة كانت ذات بعل، قالت إنها ذهبت وارتكبت الفاحش مع أنها كانت محصنة وذات بعل وحملت وأخفت حملها عن زوجها، وعندما وضعت خافت أن تفتضح فأخذت هذا الجنين وألقته في خمرة الخل التي كانت في بيته. شفت خمرة كبيرة يبدو كان عندهم من الخل، هذا متعارف كان في القديم، وألقت هذا الجنين هذا الطفل البريء في تلك الخمرة فمات اختنق هناك. وبعدين باعت هذا الخل للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الكتب إنك تركت صلاتك يوما. شوفوا واحد في يوم من الأيام يترك صلاته، ممكن يؤدي إلى مجموعة من الفضائح. هذا الفرد اللي له هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى أنه يفوت فريضة من الفرائض عمدا، المغرب والعشاء نفرض أنه لم يصلهما، ذيك الليلة يذهب بهذه الروحية البعيدة عن الله وإذا به يرتكب جناية عظيمة. ما يرتكب إذا فرد ما إلى رادع شرعي يمكن أن يقوم بأية جناية، والجنايات تتوالى. فهذه القاعدة الإيمانية والقاعدة الدينية في العائلة لا تنفع فقط للآخرة وإنما تنفع حتى لهذه الدنيا. هذه القضية رأيتها قبل فترة طويلة لعله مضمون القضية بنحو تقريبي أنه كان أحد العلماء
ولعله كان طه نجف رحمة الله عليه، أحد العلماء الكبار. هذا عندما كان يريد أن يتوضأ، زوجته كانت تذهب إلى البئر، يبدو كان أكو بئر في بيتهم، فكانت تدلي الدلو في البئر وتخرج الماء وتأتي به إلى الشيخ ويتوضأ ويذهب لصلاته مثلا. في يوم من الأيام المرأة كانت مريضة أو كانت مشغولة، فهو الشيخ طه نجف ذهب إلى البئر حتى يخرج الماء، وإذا بالمرأة، المرأة داخل البيت تشوف أن الشيخ دا يبكي، فهرعت إليه، شنو صاير؟ ليش الشيخ دا يبكي؟ قالت خيرا. قال في الواقع أنا ما كنت أعرف صعوبة هذا العمل، أنه واحد يطلع ويستخرج الماء من البئر. الآن اللي جئت واستخرجت الماء أدركت صعوبة هذا العمل. أنا دا أبكي لأني أفكر أنني ربما كنت ظالما لك خلال هذه الفترة، أنه كان يكلفها بهذا العمل أو ما كان يمنعها عن القيام بهذا العمل. الفرد المتدين هكذا يتعامل. وهنالك قضية أخرى أيضا بالمضمون التقريبي على ما ببالي، أنه في يوم من الأيام جاء هنالك ضيف إلى الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، الذي له فضل كبير على رجال الدين في قوم وغير قوم. جاءه ضيف، فجاءه بطعام، بدأ بتناول الطعام، وإذا بالشيخ يتأمل لحظات ثم يمد يده إلى الطعام ويأخذ منه مقدارا ويخرج، ثم عاد واعتذر من ضيفه. قال في الواقع إحنا الطعام اللي كان في البيت هو هذا فقط، هذا كل الطعام اللي كان في البيت، أنت عندما أجيت أتينا لك بالطعام. أنا في أثناء تناول الطعام فكرت أنه هذا ولو زوجتي قدمت هذا الطعام، لكن هذا مو ظلم لها أننا نأكل الطعام وهي تبقى محرومة منه، هذا مو نوع من أنواع الظلم. ففضلت أن لا أقع في هذا الظلم المحتمل، وأتحمل الخجل أمامه. الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه كما ينقل كان يقول العار أولى من دخول النار إذا دار الأمر بين العار وبين النار. ماذا يفعل المتدين؟ العار أولى من النار، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار.
وهنالك قضية ثالثة أيضا تنقل عن الكاظمي على ما ببالي رحمة الله عليه، شبيهة بهاتين القضيتين. نحن إذا بنينا الحياة العائلية على القاعدة الإيمانية، هذه الحياة تكون حياة طيبة، لا الرجل يظلم المرأة ولا المرأة تظلم الرجل. هذه هي القواعد الأربع التي ينبغي أن نبني عليها العلاقات العائلية: القاعدة الأولى القاعدة العلمية، القاعدة الثانية القاعدة الأخلاقية، القاعدة الثالثة القاعدة النفسية، والقاعدة الرابعة القاعدة الروحية والدينية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الكنز. علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي